وفين غبرت يا صاحبي؟ بتشوف فين غبرت؟ يلا معاه. مرحبا بكم تاني فلوج جديد. واو يوسف عشير، واش هادشي يا صاحبي؟ فين غبرتي؟ مع الوقت ومع الدنيا اخويا، الدنيا مالك مع يوسف؟ المهم جينا نديرو فلوكات، راه ما منا والو، راه ما منا والو على هادي، ما منا والو، ولكن واه هادي ديما منا والو. ديك ديال فاش كنا صغار علاش ما مزيانه؟ راه هي هي هذيك، راه هي شحال هادي ما سمعتها. اش كتقول لي زعما؟ ما مالنا والو. اه راه حتى هو شتي، راه ما مالنا والو. شتو كيما درنا واحد لونطريمو زوينه؟ عجبكم هذا الفيلم اللي درنا في الاول؟ واش عجبكم؟ ديروا عليه واحد لايك، ديروا عليه اكشن اكشن. ولكن من بعد هذا ان شاء الله غادي نمشيو نديروا واحد التحدي، واحد من احسن لوطيلات اللي كاينين في دبي هنايا، او من اغلى لوطيلات، لوطيل اللي سميتو أطلانتس. يايو أطلانتس. أطلانتس كيبان لي من بعيد بحال واحد الحيط. بحال الحيط، والله الا بحال الحيط، الحيط ممكن عالي. والوطيل راه كاين في البان، كاين في وسط الماء، راه كاين في جزيره النخله. والتحدي كالتالي، عاد تمشي تاكل 10000 كالوري من بعد هذه الحصه ديال لاصال. لا لا، من الاحسن قال لك في الكاميرا، من الاحسن تهضر مع الناس باش يشوفوا عينيك بانك واش سيريس ولا ماشي سيريس. وحنا سيريس اصاحبي، يلا حيده، حنا سيريس دابا. قبل هادشي بعدا غادي نمشي للمول انا ويوسف، وغادي نشريو واحد البيسي شركه لونوفو وعادي تشوفوا شمن البيسي اللي غادي نشري ان شاء الله. لابتوب اللي غادي تلقاوه عندي، لابتوب. المهم انت دير فيه استاذ انت. لا ممكن اسسرها ولا اقول لابتوب اصاحبي بحال زين. واش فاهمني انت؟ فاهمك، راه يفهموني حتى هما. سالينا صافي. ومن بعد ان شاء الله نمشي نديروا التحدي. الريستورا يندموا علاش داروا التحدي. يجريو علينا. المهم والله اشو انا والله ما واكل شي حاجه اليوم، كليت ثلاث البيضات مسلوقات. راه حتى انا كليت انا اربعه، ان شاء الله تكون شي حاجه ربانه. واو انا دابا جينا للمول، وهذا هو الباركينغ ديال المول كما كتشوفوا هنايا. واو يوسف، شوف اللبسه اللي لابس يوسف. حطه
وتنشكروكم وتنشكروا تنشكروا هذا الراجل هذا فهمتي رجولة. انا دابا غير بريك قدام راه خرج دابا نضرب شي دويره وجيت المحل ديال جامبو كما شفتوا هنايا هذا كيبيع الكمبيوترات بزاف واللي معروف بزاف هو اللي غادي نشري عنده الكمبيوتر. ليتس جو او واحد من وين؟ انا من مصر. من مصر كيفك اصاحبي؟ الحمد لله. عايز لابتوب تكون سريع في الخدمه بتاعها. في عندي 14 انش، في عندي 13 انش، في عندي 15 انش، في عندي الجهاز دوت. الجهاز دوت كويس جدا وده بيست سيل عندنا. ده هيكون لينوفو يوجا 530. البروسيسور بتاعه كويس جدا، ده اي 5 ان جنريشن، ده ليتست جنريشن. الرامات بتكون 8 جي بي رام، بتكون دي دي ار 4. الكويس في الجهاز دوت ان هو فيه اس اس دي. الاس اس دي بتكون اسرع 10 مرات من الهارد درايف. لما بتيجي تعمل داونلود، لما بتيجي تعمل بوت لاي ابلكيشن او تفتح الجهاز بتاعك بيكون اسرع 10 مرات. في عندك برضه 2 جي بي جرافيك كارد لو في حاجه هتعمل مثلا ايديتنج للفوتو. اوبريتنج سيستم مفتوح تقدر تنزل عليه اي برنامج انت عايزه ما بيكونش ليميتد. شكرا حبيبي ونشوفك من بعد ان شاء الله. كيما شفتوا راه يلا خرجنا من المول مثل ما طحت وشعل علينا الضو ودابا راه يلا غاديين. راه من الصباح ما كلينا والو. واي ما كليناش. شنو كليتي في الصباح نتايا؟ ثلاث البيضات. شحال الساعه دابا؟ 9 الليل. ودابا راه غادي ندخلوا تماك ما عارفينش بانهم حنا راه جايين راه صايمين النهار كامل ما كلينا والو. صايمين بالله. داك الشيء كامل اللي عندهم ما يمشي. فمي شحفان انا. قربنا لوطيل هو هذا. اي يجي شي واحد يفتح لنا دابا الباب. فاش كتمشي للوطيل كتعطي ليه السارو تكمشي. السارو اوطيل داك الشيء فالي باركينغ اصاحبي. ولا حطيتي لي شي 100 درهم هنا يشفرها ولا شي؟ لا لا والله ما يشفرها. ما يديهاش لي. لا والله غتحطي هنا مليار. لا مليار واقيلا كانش مليار غير هزها مشي للمطار. لا ما يهزكش ليه هزك شي حاجه. ماني باركينغ تعطيه الطوموبيله كيدها في باركا من بعد كتجي كتاخذ ديك الوريقه وتعطي الطوموبيله ديالك. شنو بيدو من عنده هو ما عنده والو. شوف الدرام شوفها الدرام اللي كاينين هنا خطوطي. والو واكحه. واكحه ويمشوا البنك كاع ويلقاه واكح. واكح اخويا مغربي حر. ياك اطلتي صوتك. وفي مشي شوفها ويمشي علينا شوفها هو خرج. ايه عاد ضرب واحد الدوره. لا بلاتي واش حنا في اتلانتيس اوتيل ولا اتلانتيس اصاحبي الاوتيل هو هذا. ليري ليري اول مره نجي لهنا في راسك. اول مره والله حتى اول مره. خويا الاوتيل ماشي ديالي. ماشي بالمستوى ديالي اخويا. الاوتيل قاصح اخويا هذا. لا لا ولكن اليوم غادي ندخلوا هذا الاوتيل ان شاء الله وغادي ناكلوا تماك وغادي تشوف الماكله كيفاش دايره. حنا نرجعوا نديروا اليوتيوب راه فتنا الطريق. كيف اللي بيدخل ضروري خصك سيكيريتي. واش يقول لي يوسف شنو قال؟ ثانك يو سو ماتش. ليموزين ويلي 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 قداش؟ تبارك الله. واي حطيت جوج ليموزين. الناس يلاه كيخرجوا منها. صافي حطيت الطوموبيل هنايا. دي الشكاره ديالي. هذيك من هزات الدراهم هذو اللي شفروهم ليا. ثانك يو. بسم الله. فين ما مشيتي كتكون الشناوه بحال برج العرب اللي مشينا ليه ديك المره. فيه الشناوه بزاف وهنا فيه الشناوه عاوتاني كما غادي نوريكم هنايا. صراحه هاد لوطيل شوف كيفاش داير بعدا عامر وفيه الناس اللي صراحه اللي يقدروا يخلصوا الثمن ديالو. شوف كيفاش داير. لوطيل نادي ونوريكم دابا الدخله. مشيو يلا يلا. اشي خويا جميل. ماشي جيتي هنا صاحبي راه زوينه. قبل ما نمشيو ناكلو نمشيو نوري واحد البلاصه ديال الحوت. انت شدي شي شي واعره. لا صاحبي راه ساكن بدبي يا صاحبي. حتى هو عايش في دبي ولكن مع مروجه. المهم غادي نوري واحد البلاصه هنا ديال الحوت اللي زوينه بزاف واللي غادي تعجبك حتى نتايا. ومن بعد نمشيو نضربوا شي يلا نضربوا القص. راه قاتلنا الجوع. واش عندنا شحال الساعه دابا؟ 9 دابا هذه بقات لنا 25 دقيقه على المغرب. الرايه ما كانش دابا قصير. الجوع اخوتي الجوع وحق الله. ملي تشوف هذا المحل ديال الحوايج هذا شحال كيدير هذا الكوستيم تقريبا؟ شكون شي 30000 درهم. 30000 درهم. المهم حنا جينا لهذا الوطيل نسولوا المحل هذا شحال كيدير هذا الكوستيم هذا؟ 23000. 23000 يا
23000 درهم اماراتيه. 5 مليون ولا 6 مليون هذه 5 مليون. ها شحال داير؟ 5 مليون ونص. ها كوستيم 5 مليون ونص غير كوستيم هي الفوق. ها سوري اونيد جاكيت يا اونيد جاكيت جاكيت. اه 5 مليون ونص. دور عندي دور عندي اونيد جاكيت غير فيستا. الفيستا شحال؟ 5 مليون ونص. راه تدفع فيها ساكن اقتصادي. ساكن اقتصادي دفع الاولى ساكن اقتصادي. اللهم طهرا جاكيت. ها هي شوف كيفاش دايره بعدا نوريكم مزيان كيفاش داير الديكور. هذه هذه الدراري هذه 5 مليون ونص. هذه فيستا انا شوفيها. المهم انا هذه والله ما نشريها انايا 5 مليون ونص. والجاكيطه ما اخيك عندي فلوس ما نشريها. ماشي حتى شي حاجه ديال الفاشن ولا شي حاجه لي. المهم الناس اللي عندهم فلوس راه يقدروا يشروا. طبعا راه ما تقدرش تهضر معهم تقول لهم الفاشن ولا ما يمكن يلبسوا الكاليتي. واه على ديكور كبير زوين. المهم الريستورا هي كاين هنايا يعرفونا مغاربه يجروا علينا حيت راه درا عياك لهم كلشي هادشي. This one. Okay. And you are from? From Morocco. You will see yourself there. Thank you. Thank you. شوكولات شوف كامل هالشوكولات. كل هالشوكولات. إيه. أنا عمرت بسيف. العز أخوي يوسف. شنو هذا؟ ما كاين لا اطعمة اخرى. غير الكاميرا ديالي وهذه الكاميرا ديالك راه بحالهم بحال. المهم غادي نمشيو دابا غادي نديرو الطباسل ديال الفات بوحدو من اللحم بوحدو الدجاج بوحدو الرز بوحدو الخبز بوحدو كلشي هادشي ونعمرو كامل داكشي ونديرو عليه التحدي انا وياك. مشينا يلا نعمرو دابا نبداو ما عادش نصورو لكم ما عادش نهضرو غادي نمشيو ندخلو في الموضوع الديري. شات يلا على منى. ايوا شو هادشي ما يضيعش اه يتكال هادشي كلشي. الطبسيل الاول هذا غيكون واعر هذا بطون عليه صاحبي شحال القص زوين بزاف. انواع ديال التشيز الفرماج انواع ديال الفرماج دير بحال داك اش كتشم فيها صاحبي احمق هذا كيشبه بالله اش كداير عشان السمن اه راه مزيان فيه البروتين اصاحبي شوف هاد الجبنه بحال اش دايره. وجينا لواحد البلاصه اللي واعره بزاف سوشي السيل ديالي وهذا الشيء اللي فيه. ها هو هذا الشيء اللي عطونا هذا السوشي هذا بالي حنين. كروفيت مع البطاطا كروفيت مع البطاطا شلات باصل درناهم يلا. واو دابا راه خصك تذوق هذا. ها هو داك داك غنقول ليه يجيب ليا مازال حيت ما بقى فيه والو غنعمر الطبسيل ديالي هنايا بهذا. اوكي يلا الحرب دابا. ها هي الماكلة دابا واجدة كيما شفتوها طبسيل عمرنا الطابلة كاملة ما فيها ما بقى اتساع باش نزيدو شي حاجة. مازال هادشي غير بداية ومازال النهاية كاينة. المهم نعطيكم الديتاي شنو شديت. شديت هنايا الكروفيت هنايا داكشي مخلط التونة الروز هذا الكسكسو البرون عرفتوا كيما هادشي ديال الحوت التبصيل غير ديال السوشي. و كاين هنايا الدوك ولا سميتو سميت هذا بالعربية ها البط البط ها هو البط التبصيل كله ديال البط زائد التبصيل الثاني ديال البط والمحار ما عليا نقول لكم بسم الله بسم الله. المهم تبصل سالي لهم دابا نمشيو نضربو مازال غادي نزيد مازال ناكل. دابا اسمع خطه كالتالي شوفوا معنا 11 كيساليو اللعيب غنجيبوا الفوج الثاني تاع الاكل غنحطوه نحطوه في الوسط ونجيبوا الديسير جناب نضربوا الديسير. لا لا الديسير حيت كبير داكشي بزاف الديسير حيت كبير داكشي بزاف. المهم شنو غادي نديروا الخطه دابا كما التالي غنجيبوا الماكله غنجيبوا داكشي اللي بغينا ناكلو غادي ناكلو الديسير غتبقى لنا واحد 20 دقيقة ولا 15 دقيقة نمشيو كلها نديرو هاد الديسير باش يخولي لنا الطباسل من هنا باش نعمرو الطباسل هي ديال الديسير. صافي هادي الخطة رقم 2 ولا الخطة رقم 1؟ دير الخطة ديال رقم 2 هي اللي مزيانة. صافي مشات مشات على بركة الله. والله ما قدرت تمشي. شوف واحد الصدق ديال اللحم كيفاش داير شوف 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 ما عجبنيش انا. وكاين عاوتاني عاوتاني اللحم اش كتقلب تماك اصاحبي يلا نمشيو للحوت هو الاول يلا. فايلة شي فايلة شي فايلة ها فايلة 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 ولكن فيها الروز ياك فيها الروز كي تقل لك غيعمر لك الكرش ديال الله يا فايلة والله إلا فايلة بزاف غندق منه غندق منه شتا الناس ما كيقيسوش بيديهم أصاحبي ساعة
خصك تبين بانك بروفيشنال، خصك تبين بانك راه على بالك عليك اصاحبي. لا ما تبينش بانك راه جاي من الفقر، راه ما كاين اللي عارفنا هنايا. شوف من فوق الصدر، شوف القدام قدام هكاك. هذا دابا راه عنده الفلوس. هذا البلان بوك هذا ديال النظار، كيقوي النظار. ما تسمعوش ليه، خصكم باش تفهموا مزيان كنضربوا داكشي الغالي هو الاول، باش داكشي اللي رخيص بلا ما نعمرو به الكرش ديالنا. داكشي اللي رخيص نخلوه في الدار، ناكلوه غير في الدار ما ناكلوش. هذا هو الكرسي اللي عمرته. Amazing, thank you very much. Thank you. My pleasure. ما بقاش هادي تقول لشي واحد اخر بغيتي تضربو كامل وتخلينا انا بلاش ولا حيد اش كيعدي لي وما خليتي والو. هاك 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 ليك ليك بحال هما راه غادي يحطوه في الاخر. Can you have some more salmon? Some more salmon smoked. More yeah. Can I? تصدمتي مسكين. Yes. جاب لك السالمون كامل اللي كتحتاج. هاي يلا ثانك يو فيري ماتش. سير ودي الله يسهل سير الله يعطيك النجاح. اوه هادشي دابا غادي نقصيو. ها هو الحوت كما شفتوه، ها هو الحوت. ها هو داكشي المليو، اجيب داكشي المليو. اش من المليو؟ هذا راه ديالي وديالي. يعني هذا ديالي وديالي ديالي بوحدي. لا لا هذاك ديالي وديالك. واحد اللحم زوين، في واحد الشحمه صغيره في الداخل ولكن راه اللحم واعر الصراحه رطب. شوف يوسف حبس. لا والو مرتاح اخويا في راه لا يكلف الله نفسا الا وسعها. عمرت كريس اخويا اللهم لك الحمد. انت اخويا راه عندك خمسه انت تما ولا كتخبي في جيبك هذا بجد. ضربوه على يديه. شو يديه؟ شوف الكروفيت كتبان في يديه. اش كتصور اصاحبي؟ تبارك الله على صبعان كي دايرين تبارك الله. واصبعك اكبر من داك اللانغوس. ها راه نضرب مع شي وحده. والان وقت الديسير. هذه يوسف هذه سميتي انا. انواع ديال الكيكه كاينين هنا كما كتشوف، كل انواع بوصه كبيره كلها كيكه. شوف شنو لقيت هنايا. اوه هذا واعر هذا مرطب بسيط. كاين هنا حتى لو بغيتي تصوب ايس كريم كاين هنايا. انا خدا ايس كريم ديال التوت ديال الشوكولات وديال العسل. تريبواري شوكليت هاني plate and honey, right? Yeah, this one. Yes, sir. Here you go. Thank you very much. صافي هذا عرف بينا بغا يسدو دابا دونك بيعمر الطبسيل. حطيت هذا معايا الحال قلت له ما نهز. شوف دابا 11 باقي عمر الطبله. احليك احليك. الحلوه مازال كاينه هنايا. الحلوه باقي ما ضرب فيها حتى وحده. والحلوه طرحه من الاحسن بيفي اللي كليتو دبي هنا الصراحه. قول لهم الثمن. قول لهم الثمن رخيص بزاف واحسن لوطيلات في دبي. والله ترخيص بالله العظيم ترخيص. والله ترخيص. العروق يا معلم خرجوا لك تشوف عروق بعد ما خرجوا لي. والله يا خويا باش تعرفوا ليفيكت ديال الماكله صاحبي. الماكله مزيانه لانغوس تا وليدي لانغوس. هذه بروتينات. ها يا خويا البروتينات الطبيعيه. سترونغ يا سترونغ يو ار اوسو سترونغ. دابا كنتسناهم باش يجيبوا لنا الطوموبيل ديال السي يوسف. برويطه برويطه كنتسناو البرويطه ديال السي يوسف. ويلي 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 الحديده والحديده و و و شوفوا الحديد كيدير. زعما هذه شي حديده واعره يوسف. هذه شنو بعد هذه؟ مالكلارن. مالكلارن معلوم واعره صح. انت عندك هذه وانا عندي هذا. انا بارك علي انا هذا فيه ما تقيش الكار. شنو قال لك زعما ما تقيسليش الكار ديالو؟ شكون اللي واعره هذه ولا هذه؟ وهذه صح. وهذه اللي واعره وما قالش ما كتبينش فيها ما تقيسهاش. هذا شي واحد فيه العياقه هذا. ها الحديد ديال الصحه. ها البيت ديالو. هذه حتى هي قال لك ما تقيسهاش. ها هي. ها الحديده ديالي. ها احسن حديده هي هذه. ها هي. ديال يوسف. طوموبيلتي طوموبيلتي. خويا انا درويش انا. انا درويش وباغي نعيش. الحمد لله ماشي الحمد لله. الحمد لله. في المغرب ما عندنا حتى حاجه. ها هو طوموبيل في حياتي كنشريها هي. Thank you. احسن البلايص اخويا اللي جينا احسن البلايص ديال القص اللي خصك تجيهم في دبي. اللهم بارك وزيد في دارك. كيما شفتوا دوزنا الليله واعره. المهم الكرش ديالي ما قديت كاع نتحرك. المهم دابا غادي نوريكم البي سي اللي شريت. شري كمبيوتر جديد راه ماشي هو الحل. الاهم هو تختار كمبيوتر اكثر تطورا. ومنين تبغي تشري كمبيوتر جديد غتخلب على اس اس دي ويندوز رقم 10 ديليت جينيريشن انتل بروسيسورز. منين الكمبيوتر كيتقال خصك تبدلوه، ولكن منين كيعمر تقدر تلقى الحل. شوف
بلي الكمبيوتر يكون خفيف وسريع. شريو كمبيوتر ب اس اس دي ويندوز 10، وهاد الكمبيوتر كيقولوا ليه جوج في واحد، بينه كيكون تابلت او بي سي. هاد الكمبيوتر عجبني حيت خفيف وسهله فيه الخدمه، من ناحيه الايميلات، البلوكات، التصاور، اي حاجه. الاس اس دي احسن ما كاين في التكنولوجيا، احسن من الاش اش دي، ومنين عاد جربها عادي تحس بالفرق. هاد الكمبيوتر متطور بزاف بالاس اس دي الويندوز 10 اند انتل، هذا من طرف ريدينغتون وميكروسوفت. شكرا لكم. المهم اللي عجبكم هذا الفلوق هذا ما تنسوش ديروا لايك 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 ودير لي سبسكرايب، ونشوفكم فلوق جاي ان شاء الله. الفلوق اللي غادي يكون من بعد هذا يكون هربان بزاف. تهلاو لي فراسكم و تهلاو.